بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، أود أن أعلق على ما يجري في مالي، لسيما أن الشعب المالي المسلم يتعرض للإبادة من قبل فرنسا الصليبية. طبعا الشر من منبعه لا يخفى علينا، إذا جاءك الشر من الصليبي أو من الصهيوني فهذا شيء لا شك أن لا يؤثر عليك، لأنك تعلم طبيعة وحقيقة هذا العدو. ولكن المشكلة في هذه الأنظمة التي تتظاهر بالإسلام وتحكم الشعوب الإسلامية وهي عبارة عن ذيل ينفذ مخططات الصليبيين. رأيت البارحة أول فيديو في القصف العشوائي الذي تعرض له الشعب المالي، بل كنت أسمع النساء والأطفال الصغار بعضهم يبكي ويرفع كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بمشاركة من؟ النظام الحركي. هذا النظام الحركي الذي سبق وقد تكلم وقال لا دخل له ولا يتدخل في شؤون الدول ولا في شؤون الشعوب وأنه يريد الحلول السياسية، البارحة سمعنا وزير خارجية فرنسا مباشرة يشكر هذا النظام، يشكر هؤلاء الأذناب، هذا أحفاده، هذو مخلفات فرنسا، هؤلاء هم مخلفات فرنسا وهم سيئة من سيئات فرنسا التي حلت بالشعب الجزائري. طيب يشكر وزير الخارجية، كان من المفروض أن النظام هذا الحرك هذو يظنون أن فرنسا مثلهم، بمعنى لما يسمحوا لفرنسا يسمحون لها لكي تمرح وتسرح وتقوم بالقصف والتجسس وما إلى ذلك على الشعب المالي المسلم، يظنون أن فرنسا لا تعلن ذلك، فهم ماذا يكتمون ذلك، يعني حتى لا يحرجون أمام الشعوب وأمام الأمم. الشعوب الإسلامية الحمد لله حسب ما أطالع وحسب ما أقرأ للصحافة العالمية والمنتديات وما إلى ذلك، دائما الشعوب تعرف حقيقة هذه الأنظمة بفضل الله، لا يوجد في هذا مشكل، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الشعوب إلى يومنا هذا تظن أنها ذكية وهي ليست كذلك. لماذا؟ لأن هم حينما مثلا اتفقوا مع فرنسا ممكن قالوا لفرنسا رجاء لا تذكرون هذا الأمر، ولكن فرنسا لا تفعل، لأن وزير الخارجية الفرنسي يجب عليه أن يعلن للشعب الفرنسي ما يجري، لأن هذا الأمر يعني الشعب الفرنسي ويعني الدولة الفرنسية. فبالتالي الوزير والحكومة ذاتها والنظام ذاته قد يتغير بسبب ممكن أنه إذا أخفى شيء، وقد يحاكم على ذلك، بخلاف هؤلاء الكبرانات الذين يظنون أنهم يحكمون في شعوب لا تفهم ولا تعلم، جاهلة متخلفة وما إلى ذلك. لكن أنا أريد أن أبين مسألة تتعلق بالحكم الشرعي. هذا النظام سبق وقد قال أنه لا يتدخل، ولكن في نفس الوقت الآن اتضح جليا للجميع أن النظام الجزائري يشارك في قتل الشعب المالي. وأنا سبق وقد أشرت وذكرت في شريط على قضية مالي، وذكرت أن هذا النظام الذي قام بقتل شعبه لا يتورع أبدا في قتل الشعب المالي، لا يتورع، لأن الذي يقتل الشعب يقوده
ويتظاهر أنه رأسه، فيقوم بتلك المجازر البشعة التي حلت بالشعب الجزائري، نساء أطفال رجال شيوخ لا يفرقون بين أحد، كانت كتائب الموت مجرد تقتل بالشبهة. يعني فاقت الخوارج في قضية القتل، الخوارج على الأقل قد يناقشون الشخص لعله مشرك ويتوب، فإذا ثبت أنه مشرك ممكن يقومون بقتله، لكن هؤلاء كانوا يقتلون على الشبهة، ولا يوجد عندهم قانون ولا يكلمهم أحد. فهذه كتائب الموت التي كانت تقتل كانت تقوم بتصفية الشعب الجزائري. أتظنون أنهم يتورعون في الشعب المالي؟ لا سيما أن أمهم فرنسا هي التي تريد أن تتدخل. طبعا فرنسا أعلنتها صراحة وقالت أنها تقاتل هؤلاء الذين يقومون بقطع الأيدي والأرجل، هي تقصد شريعة الإسلام. هذا كلام يعني لا شك ظاهر وواضح لا غبار عليه، لكن فرنسا بقصفها حينما تقطع الرؤوس وتقتل النساء والقنابل التي لا تفرق بين الكبير والصغير، بين المرأة والرجل، بين هذا لا بأس به. ثم هناك أنا أقول الأنظمة الآن، يعني الأنظمة الحالية التي حكمت منذ سنين أو منذ عقود، حكمت أهل الإيمان والإسلام أو حكمت الشعوب الإسلامية، هذه الأنظمة كلها سواء كانت أنظمة الغرب أو الشرق أو ما إلى ذلك، كل الأنظمة التي حكمت منذ 50 سنة إلى اليوم، هذه الأنظمة كلها كانت تحارب الإسلام وتستهدف الإسلام. قد يقول أحدكم هذا شيء خيالي، أنت مجرد أنتم تؤمنون بالمؤامرة، ولكن هذا حقيقة. من ينظر إلى الواقع ويتأمل كلام الساسة والصحافة وما إلى ذلك، ويعود إلى الوثائق وإلى النخبة، يجد أنهم فعلا يستهدفون الإسلام. طيب الغرب والصهاينة لا شك أنهم يستهدفون الإسلام منذ ظهور الإسلام ورسول الإسلام بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم، وما قضية الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ببعيد. لكن يبقى الأمر أن هناك لسان الحال وهناك لسان المقال. لسان المقال أن الحاكم أو النخبة أو من بيده اتخاذ القرار يصرح ويقول نفعل كذا ونفعل من كذا من أجل كذا، مثل ما قالت فرنسا مثلا، نحن نمنع هؤلاء الذين يقومون بقطع الأيدي والأرجل ونحارب هؤلاء، مع أن الشعب المالي لم يعتدي على فرنسا ولا على أحد فوق أرضه، يريد أن يتحاكم إلى شريعة الله لأن الشريعة تأمره بذلك. ومن تحاكم من المسلمين إلى شريعة غير شريعة الإسلام فهو كافر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون بشرط أنه يكون يريد، يحب ذلك قانون الطاغوت، يحبه ويتحاكم إليه ويدافع عنه. أما الذي يكون مكره ففي هذا الأمر يعني تفصيل آخر. لكن أنا الذي أريد أن أقول أن هؤلاء يصرحون، إذن هذا لسان المقال، أنك تسمع مسؤول يقول نحن نحارب هؤلاء لأنهم إذا أرادوا أن لا تكون حرب أن لا يتحاكموا إلى الشريعة ولا يحكموا الشريعة. إذن هذا لسان الحال ودليل على أنه يحارب الإسلام وليس يحارب هؤلاء الناس باعتبارهم أنهم شعب مالي، وإنما يحارب الفكرة التي يحملونها، يحارب العقيدة التي يحملونها. إذن الغرب مثل ما قال بوش يعني في 11 سبتمبر ماذا قال؟ قال هذه حرب صليبية، إما أن تكون معنا وإما أن تكون ضدنا، لا يوجد الحياد. هكذا يفكرون وهكذا يصرحون، وهذه تصريحات يعني معلومة وموجودة في تصريحات كثير من الساسة. لكن يبقى الأمر، هناك لسان
الحال. لشان الحال أن الحاكم الذي يحكم يحارب الإسلام، ويحارب الإسلام لكن لا يصرح، ينشر الكفر، يدافع عن الكفر، ينشر الفساد في الأرض، يحارب شريعة الله عز وجل، يحارب العلماء، يحارب الدعاة إلى الله عز وجل الذين يخالفونه، مثل ما حاربوا الشيخ عبد اللطيف السلطاني رحمه الله حينما وقف لبنبلة ولبومدير ولشاذلي في قضية الاشتراكية حتى مات تحت الإقامة الجبرية رحمه الله. إذن هناك لسان الحال وهناك لسان المقال. فالجزائر على سبيل المثال لما سمحت لفرنسا وسمحت لها أن تسرح وتمرح وتقصف وتقوم بقتل الشعب المالي، هذا فعل، هذا فعل ماذا؟ فعل لا يفعله إلا كافر، لأن من ظهر الكفار على المسلمين فهو كافر مرتد. هذه من نواقض الإسلام، هذه ناقضة من نواقض الإسلام العشر، لا خلاف بين العلماء في ذلك. قد يقول قائل قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، أنا أقول هذه القصة يعني وإن كان هناك من يظن أنها دليل على أنه لا يقتل الخائن، ولكن من تأمل القصة وقرأ ما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله حينما شرح هذه المسألة وتوسع فيها، وذكر أن حاطب رضي الله عنه وأرضاه حينما فعل ذلك، أولا بعث برسالة تتضمن هذه الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يبعث لكم جيش أوله يعني طوله كالليل وعرضه كالسيل، ووالله لو جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لنصره الله عليكم، يعني أو معنى ما قال، هذه في البخاري. عمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنقه فقد نافق يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لم ينافق أو لم يخن، وإنما قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن الذي برأ حاطب بالوحي، وليس أن ما فعل ليس بخيانة ولا يستحق القتل، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. عموما لكن المسلم قد مثلا يناصر هؤلاء من أجل دنياه، أو قد يتعامل مع هؤلاء من أجل ربما دنيا أو خوف أو ما إلى ذلك، لكن ليس على حساب دينه وأمته. إذا فيها دماء المسلمين وإذا فيها خيانة لدين الله فهذه تعتبر ردة مستقلة، أما إذا تعامل من باب النصرة التي لا تضر الإسلام وليس على حساب دينه فهذا إثم كبير وذنب عظيم، ولا شك أن صاحبه سيكون على خطر عظيم. إذن هؤلاء بنسان الحال يحاربون الإسلام، ولذلك نقول فيما يخص هذا الأحداث الأخيرة يعني كشفت النظام الجزائري وعرت النظام الجزائري، لا أقول عرت النظام الجزائري بل عرت حتى الجيش الجزائري أن لا يوجد فيه شرفاء، أن هؤلاء دائما هذا الحركة وأبناء الحركة يعطون لهم الأوامر وهم ينفذون تنفيذ ما يأمره به الطاغوت. بالله عليك هذا الضابط، هذا الذي يبعث إلى مالي، وهذا الجنود الذين يبعثون إلى مالي ليقتلون من أجل فرنسا، إذا مات أحدهم قد يموت على الكفر. أنت ميت ميت يا سبحان الله، لماذا لا تثور على هذا الذي يأمرك أن تحمي فرنسا وتحمي مصالح فرنسا؟ لماذا لا تثور؟ أين الشرفاء فيكم؟ أين المخلصين من أبناء هذا الجيش هذا؟ أنا الذي أقول هذا الجيش وكل الأجهزة الأمنية
هي السبب الرئيسي لكل ما حل بالأمة الجزائرية، لأنها أبدا لم تقف مع الشعب الجزائري في أي حادثة من الحوادث التي حصلت في البلاد، دائما كانت تحسم الصراع بين الشعب الجزائري والنظام لمصلحة النظام، بل كان الجيش في 88 يتلذذ بقتل الشعب ويصوبون البندقية إما إلى الرأس وإما إلى القلب، يتلذذون بقتل شعبهم، الشعب الأعزب. طبعا هذا الجيوش لو يأتي جيش قوي ويعلمون أن هناك جيش مسلح يفرون فرارا، ولكن عندهم شجاعة فقط مع الأبرياء مع الشعب الأعزب. ولذلك أقول هذا المسألة التي سبق وقد أشرت إليها، أن المشكلة في هذا الجيش لم يتحرك، وإذا قام الشعب قام هذا الجيش لقتل الشعب ولضربه ولاعتقاله ولسجنه ولإهانته وما إلى ذلك. النخبة كذلك، النخبة اليوم على سبيل المثال اعتقل الشيخ علي بالحاج بطريقة بربرية عنفية مع شيخ تجاوز 56 سنة يفعلون به هذا الأذناب تاع الحرق مثل ما فعلوا بالشيخ عبد اللطيف. الشيخ عبد اللطيف هكذا كان يؤخذ إلى مركز الشرطة في السنترال ويضرب ويهان، وقد كان تجاوز 74 سنة 75 سنة رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك أنا أقول للشعب الجزائري، تحضرني قصة، كان عياش الله يرحمه أو ربي يطول في عمره لما زالوا حي، مرة من المرات كان في ساحة شهداء، شاف الناس كاين كثير من أماكن التي يقف فيها الناس ينتظرون الحافلات وما إلى ذلك، فجمعهم، فلما اجتمعوا وقف وكبر أربع، فالقوم كانوا ينتظرون شيء منه، فقال لهم، قالوا ماذا تريد منا؟ فقال لهم أنا صليت عليكم صلاة الجنازة، يعني أنتم موتى، يعني الشعب ميت. ابن بديس رحمه الله قال ومن قال مات فقد كذب، ولكن لما نشوفوا الحالة الجزائرية نقولوا فعلا الشعب الجزائري مات. يعني تركنا الشيخ عبد اللطيف الله يرحمه، تركنا الشيخ الإبراهيم الله يرحمه ويوسع عليه يموت تحت الإقامة الجبرية، تركنا بعد ذلك الشيخ عبد اللطيف سلطاني رحمه الله يسجن ويضرب ويعتقل ويموت كذلك تحت الإقامة الجبرية، تركنا الشيخ العرباوي الله يرحمه للسجن والاعتقال ولا يتكلم أحد، كل جمعة يسجنوه وبعد ذلك يطلقوه ولا يهدوه وما إلى ذلك ويرجع نفس الشيء. تركنا هؤلاء الأعلام الذين كانوا يدافعون عن القضية الجزائرية، عن عقيدة الشعب الجزائري، عن دين الشعب الجزائري، عن أخلاق الشعب الجزائري، عن قيم الشعب الجزائري، لأن هذا النظام الآن حب بهذه القرارات التي اتخذها هي مطية لكي يعود الاستثمار إلى بلادنا، وتصبح هذيك مالي يسمونها ماذا؟ ماليستان، واللي راح يدفع الثمن الباهظ هي الأجيال اللي راح تجي، لأن لو كان والدينا لما خرج الشعب الجزائري يقول 7 سنين باركات لما بدأ القتال بين الكبرانات ولاد فرنسا هذو من أجل السلطة ومن أجل الحكم، خرج الشعب يقول 7 سنين باركات رموه بالرصاص، لو كان كملوا 7 سنين واحدة أخرى ونقينا هذا الحرك، لكن خلينا شعباني قتلوه، الرجال كلهم قتلوهم والأمة تتفرج وتنظر، حتى اللي يتسموا مجاهدين يخونا هذو كذلك يتفرجون ويعلمون حقيقة الأمور، ولكن شبعوه عطاوا له المال وعطاوا له كذا والجاه وباع القضية وباع قضية الشعب الجزائري. قال الله عز وجل وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم،
نعطيكم قاعدة، اللي يخون الله عز وجل فاعلموا جيدا أنه يخون أي واحد، يخون ولاده، يخون زوجته، يخون شعبه، يخون أمته. ولذلك هذه الآيات تتطابق تماما على النظام الجزائري، تتطابق عليه. لماذا؟ لأن هذا النظام خان الله عز وجل، ثم خان شهداء، دماء شهداء، وخان الأمانة، ثم خان الأمة الجزائرية، ثم خان الأمة الإسلامية. والآن ربهم فرنسا وأمريكا يتجهون صلاتهم إلى البيت الأسود. لكن نقولكم والله لو كان ربي غير الأمور وتصعد مثلا على حين غفلة الصين ولا الهند، يقولوا ربهم الهند ولا يتركون أمريكا. حالهم حال العرب قديما، كانوا إذا عبدوا شيء ووجدوا ما هو أفضل منه تركوه، حتى عبدوا الصفراء أو البيضاء كما قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا النظام نفس الشيء، هذه الأنظمة. لذلك هذه القرارات هي مطية باش يرجع من؟ باش ترجع أمهم فرنسا إلى بلاد الإسلام وإلى الجزائر، بغض النظر على الشعب المالي الذي يتعرض للقصف العشوائي وللجيوش الجرارة التي تجتمع ويأتون بها هذه الجيوش العميلة. أنا عارف أن الجيش الفرنسي جبان لا يدخل بريا، لا يدخل. أنا نتحدى كل الجيوش يواجهوا الإخوة، جماعة إخوة على الأرض. مع أن شوفوا غرفة قضية أفغانستان، يعني وش عندهم؟ طالبان عندهم أسلحة بدائية، أمريكا وش من الطيارات، وش من عبر القارات والقنابل العنقودية والقنابل مش عارفنا أنواع الأسلحة. مع ذلك هزموا بفضل الله عز وجل، وفرنسا تعلم هذا. ولكن عندهم الأذناب، عندهم الجيش الجزائري يبعث، الجيش المالي يبعث، إفريقيا تبعث، كلها عملاء يقاتلون شعب على أرضه لم يفعل شيء، لم يذنب، لم يتعدى على أحد، لكن هذا يحاربونه من أجل أنه قال ربي الله، قال أنا ما نحكمش بالديمقراطية تاعكم، أنا ما نحكمش بالله، أنا ربي نزل علي كتاب فيه أحكام تكفيني وتسعني وتسع شعبي، فتدخلوا. لذلك هذا النظام إذا نحب يرد فرنسا، نقول للشعب الجزائري إذا تخلينا يا إخوان قديما على علماء الجزائر الأحرار، ما لازمش الآن نخليه علي بالحاج وحده في الساحة، لأن التاريخ سيلعننا. الأمة التي لا تقف مع رجالها ولا تضحي من أجل علمائها وتقف معهم، فهذه أمة ميتة، فهذه أمة لا تستحق الحياة. الأجيال الصاعدة لما تأتي تلعننا. لذلك أنا أنصح إخواني والشعب الجزائري أن يخرج في مظاهرات ويندد، لا سيما من اللي عنده وليده راح يبعثوه المالي. لابد أن نحيو الخوف هذا من قلوبنا. بلغ السيل زوبة، احنا رانا ميتين، يعني احنا اصلا رانا ميتين. الناس تأكل من القمامة، تأكل من الزبالة، لا تجد ما تأكل وما تشرب، الناس تنام في الشوارع. ولا قضية قتل الأبناء الصغار وخطف الصغار أشياء، يعني أشياء أنا نقول لكم عند عباد البقر ما عندهمش هذه المشاكل اللي راها عندنا احنا كمسلمين. وكل هذه الأشياء التي تحدث هي مدروسة ومخطط لها من قبل هذه الحركة، حتى ينحرف الشعب الجزائري ليخلو له الجو والحكم والثروة ويقمع هذه الأمة التي قالت ربي الله. لذلك يجب علينا جميعا أن نتحرك وندافع ونقف مع المظلوم، حتى هذا المظلوم إذا كان يخالفني ونخالفه. ثم أنا نقول وراهم هادو علماء، لسمهم علماء الجزائر، ما الحكم الشرعي
فيما فعل النظام الجزائري بفتحه أجواء الجزائر لفرنسا لقتل المسلمين. تفتي بزلابية حرام، وبالقلب اللوز حرام، وهذه بدعة، وهذه كذا، وهذه ماذا تقولون في هذا؟ إذا كنتم تحكمون وتبدعون الناس من أجل أشياء الأصل فيها الإباحة، فهناك أشياء تضاهي العقيدة وتضاهي التوحيد، لأن الذي يضاهي أعداء الله عز وجل على المسلمين فهذه نقيضة لا خلاف بين العلماء فيها. أين هؤلاء العلماء؟ أين كلمة حق؟ أينما أنك تبين للناس فقط الحكم الشرعي في هذه المسألة، الله عز وجل قال فيها كذا كذا، وتبين. لكن الذي نراه ونشاهده أن هذه النخبة إذا يتكلموا يتكلموا بحياء، لكن الفعل أبدا ما كاش لي يخرج يروح أمام السفارة. وعلى لماذا هذه النخبة هذو راضيين بما يجري؟ على ما راحوش ووقفوا كذلك هم أمام السفارة في فرنسا؟ أنا نقول فرنسا بعجرها وبجرها، لو كان الشيخ علي بالحاج يعيش في فرنسا وخرج في مظاهرة يندد، لا يعتقل بهذه الطريقة، لأن كبرانات فرنسا هذو ينتقمون من أبناء الشهداء ومن المجاهدين بهذه الطرق الخسيسة. ولذلك على الأمة الجزائرية أن تتحرك، وإلا سيلعننا التاريخ. ومن يأتي من الأجيال الصاعدة سوف تلعننا. أضف إلى هذا أن هذا أمر راه ما تظنوش باللي كيما راكم تشوفوا فيه، ممكن تولي الطائرة تقصف حتى داخل الجزائر وداخل العاصمة يقول لك أخطأنا، ماذا تفعل؟ فلا تظن أن الأمر هين، وقد يكون ذلك مبرر، يقصفوك مرة زوج ثلاثات أنت تتكلم ولا آية يدخلوا. لذلك يعني هذا الحروب ولا الاستدمار، يعني لا تظن، بحاجة بسيطة جدا قد يعود هذا الاستدمار، لأنه هو الذي يخطط. أنت لا تدري ماذا يفكر، ولا تدري ماذا خطط. فبالتالي على الشعب أن يخرج على الأقل ويبين أنه لا يرضى بكل ما فعل هذا النظام. وعلى النخبة كذلك أن تخرج تروح تجتمع وتوقف أمام السفارة ونشوفوا هذو اللي راهم يقولوا احنا معارضة، ولا يتركون. الشيخ علي بالحاج يفعل هذا لأن الشيخ علي بالحاج يعني ما من شخص مظلوم، ولو كان يخالف الشيخ كان يدافع عن هؤلاء، وإلى يومنا هذا يدافع. اللهم انصر المجاهدين في مالي، اللهم انصر المجاهدين في مالي، اللهم انصر المجاهدين في مالي، اللهم سلط سيف انتقامك يا جبار على فرنسا وعلى أديان فرنسا وعلى أحفاد فرنسا وعلى كل من يعين فرنسا ولو بشطر كلمة. والسلام عليكم ورحمة الله.